في الحراك زملكاوي تقدم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق نادي الزمالك بالاعتذار لجماهير نادي الزمالك بعد الخسارة من فريق زد في الدوري، خصوصا انه مش من الطبيعي ان الزمالك يخسر مباراتين بشكل متتالي. وقال المدير الفني ان المباراة كانت صعبة لان المنافس بيجيد اللعب على الدفاع والتحولات الهجومية، وبقدم التهنئة لفريق زد. واضاف المدير الفني اللي احنا بنستعد للمباراة قبلها باربع ايام وبنضع الخطة المناسبة، وكان في ثلاث لعيبة كانوا هيبقوا موجودين في التشكيل الاساسي للقاء ولكن يعني ما شاركوش في اللقاء. وكمان قال أوسوريو ان الزمالك يعني سنحت ليه فرص للتسجيل في الشوط الاول، ولو الجزيري سجل الفرصة الثانية اللي اتيحت ليه فاعتقد ان الفريق كان يعني هيقتل اللقاء كده بلغة المباراة. وكمان اضاف وقال ان لازم نقفل ملف مباراة زد ونستعد للقاء بيراميدز في الكاس. وايضا قال يعني مستر أوسوريو اللي احنا لعبنا 6 ماتشات في الدوري وبنحاول ان احنا نتحسن وهنقاتل على الدوري، وهناك العديد من المباريات اللي بيسعى الفريق للفوز بيها خلال الفترة اللي جاية. كمان علق أوسوريو المدير الفني للفريق على خروج فتوح ومحمد صبحي والزناري من قائمة لقاء زد، وقال يعني موقف صعب للنادي، وقبل اللقاء بيوم الثلاثي خرج النظام النادي وهم لاعبين أصحاب جودة عالية وتم استبعادهم لخرق نظام النادي، وقال المسؤول عن القرار وشايف أنه كان الأنسب للفريق. وأكد المدير الفني أنه مش هيغير طريقة اللعب وشدد على أنه يلعب يعني بالطريقة الهجومية، موضحا أنه لم يتعاقد مع أي لاعب جديد خلال 7 أشهر قضاها مع الفريق بالرغم من طلبه ضم مدافع بيجيد اللعب بقدمه اليسرى ومهاجم صريح. وشدد أوسوريو أنه لا يعلم مستقبله مع الفريق لكنه يعني بيدي 100% من مجهوده مع الزمالك في الفترة الحالية.